اللعب للاستمتاع، لكن أحيانا يتحول اللعب إلى مشكلة. السبب أنه بعض اللاعبين ما يلتزم بالقوانين، يعني في قواعد لأي لعبة يجب الالتزام بها، أو بعض يعني مع الأسف عندهم خشونة وعندهم يعني حب الذات، يعني يحبون أنفسهم أكثر من غيرهم، عشان كذا تصير دائما مشاكل، وهو مع الأسف يتحول اللعب والتسلية والاستمتاع إلى مشكلة. العب حطها في الحفرة ممتع، حطها في ذمي. أنا آسف يلا العب بلعب. عيال دقيقة ما تحسون اللعب ثقيل؟ إلا ما يمشي ما يمشي. بودرة، نحط بودرة على كل المنطقة وبعدين يصير سهل. وقل الحمد لله يا تروك. الحمد لله يرحمك الله، يهدينا ويهديكم الله. ما معلش، انا اسف.